صحيح والله الموسيقي. يعني انا جواي درامي لسه في رايي ما يتفجر. صحيح انا مثلت في عدد من المسلسلات الاذاعيه، كتبت عدد كبير من الاشعار للمسلسلات بالذات الاذاعيه، ودي فرصه يعني انا اترحم على روح الاستاذ صديق مساعد الكاتب الدرامي اللي قدم والف عدد كبير جدا من الاعمال الدراميه. كان بيديني دائما الاعمال اقراها اطلع عليها اكتب لها اشعار داخليه وشعارات لهذه الاعمال. مثلت في عدد من الاعمال الاذاعيه مع يوسف عبد القادر، هو زول مبدع وفنان، انا تحيه مجموعه يعني الهادي الصديق الله يرحمه، فايز عم سيب، ناس اساتذه كبار. فانا في دواخلي اعلام درامي حقيقي الفرصه الكامله كده ما لقى بجد. يعني الدراما في جواي كبيره جدا. استعد لرمضان الجاي مع ابراهيم. كوميك ناس كوميك زمان ما اهتموا بالدرامي اللي عندي، يعني كان اصدقائنا الله يرحمه الناس الريح عبد القادر، الهادي الصديق، طوالي مع بعض. جميل.